بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت في الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى. النص الأولاني من حلقتنا بمجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها، وعندنا النهاردة الحقيقة مجموعة من الأخبار اللي تهم جمهور النادي الأهلي والكثير من متابعي الرياضة المصرية. النص الثاني عندنا فقرة حوارية. برنامج الأبطال مش بيكتفي بس بأبطالنا الكبار المشاهير النجوم الحقيقة اللي بيمثلوا النادي الأهلي أو بيمثلوا كمان منتخب مصر، ولكن بنهتم بأبطالنا الناشئين والناشئات. زي ما قلت لحضراتكم في يوم من الأيام الناشئ ده هيبقى عنده 20 و19 و21 سنة، هيكون في خلاص كبر، ولكن هو في طريقه في مشواره بيبقى تعب وعمل إنجازات، بيبقى محتاج الناس تحس بيه. ده بيكون دافع ليه جيد جدا، وبيكون كمان إحساس ليه بأن هو اجتهد وخد بطولة واشتغل على نفسه، إذن بدأت الناس تتابعه. دي أحد رسائل برنامج الأبطال، إن احنا نهتم بالكبار زي الصغيرين. ألعاب الشهيدة زي ما بيقولوها، ما فيش ألعاب شهيدة الحقيقة، الألعاب اللي مش واخدة حقها إعلاميا وألعاب اللي واخدة كله بالنسبة لنا في برنامج الأبطال سواسية. فالنص الثاني من حلقتنا النهاردة ليه علاقة بالسكواش. بطلتنا النهاردة بطلة عندها 11 سنة، هي بطلة النادي الأهلي ريم المغربي، وهيكون معانا كمان والدها الأستاذ محمود المغربي. ريم عندها 11 سنة، يمكن ما كملتهمش أو يعني قبل أو بعد 11 سنة بأيام، استطاعت إنها تفوز ببطولة الجمهورية في السن ده. أولا السن ده صعوبته إيه؟ مش بس إنها بتفوز ب 11 سنة، ولكن السن ده مصر كلها بتلعب ولادها سكواش. أنا حضرت بطولات السكواش كتير، بتروح البطولة بتلاقي في بطولات 11 و13 ومعانا 15 كمان، بتحس إن هو يعني المكان مزدحم جدا، يعني دور ال 256، يعني اللاعب او اللاعبه بيبتدي يلعب ماتشات من دور كام؟ 256، يكسب يطلع دور ال 128، يكسب يطلع دور ال 64. انتوا متخيلين حجم العدد، بلاش حجم، العدد اللاعبين واللاعبات اللي بيشاركوا ده، انا بتكلم بس في قطاع الناشئات فقط. الناشئين شرحوا ممكن نزيد عن 256 كمان، دايما الناشئات بيبقوا اقل شويه. فإذا العدد كبير، فعشان نوصل ببطلة عندها 11 سنة بطلة الجمهورية في هذا السن فهو إنجاز، وتوقع لها كل المسؤولين عن السكواش في النادي الأهلي إن هي هتكون نور الشربيني التاني. محتاجة رعاية، محتاجة إن احنا نحط الضوء عليها، نشوف شخصيتها، هنقرب منها ونشوف طموحاتها إيه. يمكن بعد سنين قليلة نتكلم زي ما كان مصطفى عسل معانا في حلقة من الحلقات، وفجأة مصطفى عسل بقى الرابع عالميا. فإذا محتاجين نتكلم معاها ونتكلم مع والدها وعن رعاية الاسره المصريه للابطال وهم صغار. ده في فقرتنا الحواريه. هنروح لاخبارنا. اخبارنا النهارده الحقيقه انا بستهل بخبر محلي، معلش يعني مش هخش في اخبار النادي الاهلي بدايه، ولكن في خبر بارز ظهر على الساحه محتاج اشارك حضراتكم فيه، الا وهو الخبر كالاتي: التسويه والتحكيم الرياضي، مركز التسويه والتحكيم الرياضي يقضي ببطلان انتخابات اتحاد المصارعه والسكواش. هنهار الخبر وهشرح لحضراتكم بالتفصيل عن حكم بتجربه ايه القصة، عشان السادة المشاهدين والمهتمين بالرياضة يعرفوا يعني ايه مركز التسويق والتحكيم الرياضي. مركز التسويق والتحكيم الرياضي المصري قرر ببطلان اجراءات الجمعية العمومية لاتحاد السكواش والمصارعة، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان الانتخابات اللي اجريت في الجمعية العمومية. طيب يعني ايه مركز التسويق والتحكيم الرياضي؟ قانون الرياضة الجديد، هو ايش جديد؟ هو بقى قديم يعني، خلاص يعني 2017 رقم 71 لسنة 2017. القانون الرياضة اللي تم إصداره في 2017 هو رقم 71. إيه اللي حصل في قانون الرياضة؟ قانون الرياضة أسس مركز التحكيم التسوية التحكيم الرياضي على غرار محكمة الكاس في اللجنة الأولمبية الدولية، اللي هي المحكمة الرياضية الدولية، الكاس اختصارها الكاس. مشرع القانون قال ان احنا محتاجين نعمل مركز تسويق وتحكيم رياضي على غرار اللي انشئ فيه اللجنه الاولمبيه الدوليه عشان نتجنب اللجوء لمحاكم مدنيه. انتوا فاكرين قصه محاكم مدنيه وتدخل حكومي والقصص دي كلها؟ كان من باب احسن انه قال لك طب خلاص يا جماعه انا هعمل مركز تسويق وتحكيم رياضي. تم انشاؤه. طيب هو تابع لمين؟ تابع للجنه الاولمبيه المصريه، ودي احد النقاط يعني اللي محتاجه جدال شويه، فيها جدال، في تيار بيقول كده وفي تيار بيقول كده، هقول لكم ايه التيارين. مركز التسويق والتحكيم الرياضي تابع للجنه الاولمبيه المصريه، وفي اوقات كتيره جدا بيبقى في خصوم مختصمين اللجنه الاولمبيه المصريه نفسها. فطبعا في تيار بيقول ده هنا في تضارب، وفي تيار بيقول لا الدنيا تمام، يعني الموضوع ده طبعا اللي احسن مني بينظروه،
ولكن انا بنقل لحضراتكم الرؤيه العامه دلوقتي في مجال الرياضه او الدنيا ايه في الرياضه. طيب ايه هنا مركز استشاري التحكيم الرياضي في الدور الاول هنا في ده مقر اللجنه الاولمبيه المصريه اللي بنشوفه في الصوره، ده مقر اللجنه الاولمبيه المصريه، قلعه من قلاع طبعا الرياضه المصريه وحاجه قديمه وقلعه يعني من اوائل اللجان الاولمبيه في المنطقه كلها. في الدور الثاني في اللجنه الاولمبيه في مركز تسويق التحكيم الرياضي. تمام. نرمين فريق عضو مجلس اداره بكتبه مركز تسويق التحكيم الرياضي يقضي ببطلان طبعا الانتخابات. طيب هنقول حاجه، هنقول مركز تسويق التحكيم الرياضي ايه القصه؟ القصه بتيجي فيها ازاي؟ انا شايف ان ليا حق. بروح مركز تسويق التحكيم الرياضي بقول له بعد اذنك انا برفع دعوه وبختار محكم. ما بنقولش عليهم قضاة، طبعا كل الاحترام للقضاء، ولكن هنا في مركز تسويق التحكيم الرياضي بيقال عشان هو تحكيم فيقال عليه محكم. هي كده يعني دي المصطلحات. ففي لسته اللجنه الاولمبيه عم حطها، وعشان تختار اللسته دي من المحكمين اللجنه الاولمبيه ليها اليه بتختار بيها. ورئيس اللجنه الاولمبيه المصريه هو رئيس مركز تسويق التحكيم الرياضي بصفته. وطبعا دي برضو من النقاط اللي فيها بعض الجدال. وكان اتكلم عليها الدكتور اشرف صبحي وقال لك عايزين يبقى في اكتر يعني شفافيه، لا طب في كذا في استقلاليه، يعني الموضوع يعني ايه متروك للبحث والحوار المجتمعي. ناس افضل مني واكثر مني علما هيفتوا طبعا في هذا الموضوع، بس انا بقى لحضراتكم الصوره. طيب انا بخش ارفع دعوه بختار محكم، هيئه التحكيم بتبقى ثلاثه زيها زي اي محكمه. فبخش اختار محكم انا كراجل شايف ان ليا حق بعد سداد الرسوم. بالمناسبة رسومه مرتفعة جدا، مركز تسويق التحكيم الرياضي من أحد النقاط اللي فيها جدال إن رسومه عالية مرتفعة بالألفات، يعني رسوم مش قليلة، يعني مش أي حد يستطيع إنه يدفع هذه الرسوم. فأنت بتدفع رسوم وبعد كده تختار محكم. من ضمن برضو الأمور اللي محتاجة برضو النظر إن أنا راجل ممكن يكون معي حق ولكن ليس معي من الأموال اللي أقدر بيها يعني أرفع دعوة ب 20 30 40 ألف جنيه معيش. فبرضه دي من ضمن الحاجات اللي محتاجه نظر، الله اعلم برضه هيحصل في تعديلات قانون الرياضه حاجه في بخصوص هذا الشان ولا لا. طيب انت بتروح تختار محكم من الليسته، طبعا ليهم اليه معينه لاختيار الساده المحكمين، وبعد كده بتبعت الدعوه لخصمك، الخصم بيجي يختار محكم من الليسته، يبقى عندنا اثنين محكمين. الاثنين محكمين بيحصل بينهم جلسه يختاروا مرجح اللي هو بيبقى رئيس الهيئه. مرجح بيسمى مرجح، ده بيبقى رئيس هيئه التحكيم. طب ليه؟ عشان يضمنوا الاستقلاليه، محكم تبع او يتبع لاحد ومحكم يتبع للخصم، والاثنين محكمين بيجلسوا مع بعض ويختاروا مرجح، المرجح ده الطبيعي بيتفقوا عليه. هو بيبقى يعني مفروض يعني بحكم البتاع بيبقى محايد، هو ما حدش اختاره، اللي اختاروه الاثنين هو جاي ينظر القضيه. الهدف في مركز التسويق والتحكيم الرياضي هي الانجاز العادل بسرعه. ما ناخدش وقت، هي جلسه 2 3 4 حكم بدليل اهو. الانتخابات خلصانه من شهرين مثلا او شهر ونص في حكم بالبطلان. لو رحنا القضاء المدني قد تاخذ اجراءات اطول، خاصه القضاء الاداري بيروح للجنه المحكمين لجنه يعني الفتوى، وبعد ما بترجع تاني يعني بتاخد لها سنتين ثلاثه في القضاء الاداري. انما يعني الهدف من انشاء مركز تسويق هو الانجاز في يعني الفصل في الدعاوى. طيب بعد ما بيتاخد حكم خلاص انا رفعت وقلت انا عندي ليا حق وخدت حكم. طيب هنا في مش حكم بيبقى اسمه قرار. اسمه قرار، قرار عشان كده بيقول لك اهو قرار مركز التسويق والتحكيم الرياضي ليس حكم، حكم بيبقى تابع لمحكمه موقره ولكن قرار بيبقى تابع لهيئه التحكيم. وعلى فكره المحاكم الاقتصاديه بتدار بنفس الشكل. مراكز التحكيم الاقتصاديه بتدار بنفس الشكل، ده مبدا عام في العالم كله وهو التحكيم، اللجوء الى التحكيم. طيب خلاص انا خدت حكم، هنا بقى الحكمين دول هينفذوا؟ لا، لسه في اجراءات ثانيه. اجراءات تانية متشابكه ببعض بقى. هل القرار ده هينفذ؟ لا مش هينفذ. مش هينفذ ليه؟ لان لسه في اجراءات تانية، اجراءات تقاضي. طيب اجراءات تنفيذه ايه؟ عشان تنفذ هذا الحكم لازم يزيل بصيغه تنفيذيه. الصيغه التنفيذيه اللي هو الاكلاشيه اللي بيتاخد حتى في الاحكام العاديه في المحاكم طبعا المصريه العظيمه، بيتاخد حاجه اسمها صيغه تنفيذيه. ها مركز التسويق والتحكيم الرياضي لا يعطي، مش من سلطته ولا يستطيع انه يدي اكليشيه صيغه التنفيذ، ودي من ضمن الحاجات اللي برضه بتاخر تنفيذ الاحكام. طيب هل ينفع نحط له يبقى هو صيغه التنفيذ يدي صيغه تنفيذيه؟ لا، القانون المصري يمنع ذلك. يعني انت عشان تقول مركز تسويق التحكيم الرياضي هو اللي يدي صيغه تنفيذيه، لا ما ينفعش. طيب انا خدت حكم، عندي طريقين. اللي خد الحكم عايز ينفذ حكمه،
فبينتظر 90 يوم، بينتظر 90 يوم. اللي اتاخد ضده الحكم عنده طريقين، يا اما بيروح محكمه الاستئناف المصريه يقضي ببطلان هذا الحكم، يقضي ببطلان اجراءات الحكم، يا اما بيروح يرفع دعوه في نفس مركز التسويه دعوه استئناف. وهنا برضو في كلام كبير، ازاي ارفع دعوه استئناف في نفس المركز اللي انا خدت منه الحكم؟ هي دي النقطه بقى اللي فيها كلام. انا لما باجي مثلا اخد حكم في احد المحاكم مثلا زي القضاء الاداري، باخد من الاداريه وبعد كده بروح للاداريه العليا، محكمه تانية خالص، هي اللي بتنظر من جديد وتشوف انا معايا حق في الحكم الاولاني، يعني بتنظر قانونا يعني. انما ما بروحش لنفس المحكمه اقول انا بستأنف عندك او نفس المركز، لا ما بيحصلش كده. طيب الامور ماشيه ازاي؟ عنده طريقين اللي اتاخد ضده الحكم، يا يروح يستأنف في مركز تسويه التحكيم الرياضي في دايره محترمه بتشوف بتنظر دعوى الاستئناف، او بيروح محكمه الاستئناف. ومحدش يقدر يمنع اي حد يروح محكمه الاستئناف بالمناسبه، ليه؟ برغم انها محكمه مدنيه. هنا الكلام، برغم ان هي محكمه مدنيه بتروح المحكمه المدنيه، محدش يقدر يمنع، القانون المصري بيسمح. انما لوائح الاتحادات منعت اللجوء لايه؟ للمحاكم المدنيه. طب هنا بقى الايه الكونفليكس، انا راجل لائحتي في اتحادي بتقول لي ما تروحش محكمه مدنيه، وانا لما اتاخد ضدي حكم اضطريت الجا لمحكمه الاستئناف وهي احد المحاكم المدنيه. طب مين؟ فاهمين القصه؟ طيب هنروح بعد كده في قصه، ده بالنسبه لمركز التسويه والتحكيم. طيب انا رحت محكمه الاستئناف، رحت محكمه الاستئناف جوه مركز التسويه والتحكيم الرياضي، رفضت استئنافي وايدت الحكم. طب هل انا اقدر اروح اخد صيغه تنفيذيه؟ برضو لسه فيها كلام، برضو في لغط قانوني مش انا اللي اقدر اتكلم فيه، انا بقول لكم الصوره. طيب الناحيه الثانيه في محكمه الاستئناف، لو رفض الاستئناف بتاعك اوتوماتيك بتاخد الصيغه التنفيذيه، لان اللي بيدي الصيغه التنفيذيه هي محكمه الاستئناف، فخلاص هي اصدرت حكم بتأييد حكم قرار التحكيم، بتروح بتقدم، بيطلع مسوده الحكم، بتقدمه الاليه العاديه بقى للساده المحامين، بياخد اكلاشيه تنفيذ الحكم. طيب تنفيذ الحكم مين اللي هينفذه لك؟ محدش عارف، زي ما انا بقول لكم كده بالظبط، محدش عارف. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو خدت الحكم عليه صيغه تنفيذيه رحت لجنه اولمبيه تقول لك انا مش جاهز تنفيذ احكام. حضرتك رحت الوزاره نفس الكلام هيتقال، هيقول لك والله دي انا يعني مش جاهز تنفيذ احكام. طب مين ينفذ الحكم؟ هنا في لغط كتير جدا، لغط كبير جدا. الحكم اللي انا خدته من مركز التحكيم الرياضي مين هينفذه لي؟ هي دي بقى الدنيا، هي دي القصه. طيب هنروح بعد كده على السكه الثانيه خالص. طيب واحد لقى ليه حق، قال يا جماعه ليه حق الانتخابات دي ما ادتنيش حقي، انا عايز اخد حقي. ليه بقى سكه تانية ممكن يبتديها من البدايه تماما، يروح محكمه القضاء الاداري ويقول يا جماعه انا بلزم وزاره الشباب والرياضه كجهه اداريه، جهه اداريه انا عايز الزم بحكم ده الجهه الشباب والرياضه اللي هي الجهه الاداريه، القانون ثبت ان الجهه الاداريه بالاحكامه ان الجهه الاداريه المسؤوله ماليا و يعني اداريا، اللي يثبت ده او اللي قال ده القانون انها الجهه الاداريه المسؤوله عن الهيئات الرياضيه ماليا واداريا. طيب رحنا ماليا واداريا للمحكمه القضاء الاداري، بعد اذن حضرتك اديني حكم، بتقعد فيه سنتين ثلاثه بتاخد حكم، تروح الاداريه العليا بتاخد بعد دي الصيغه التنفيذيه على طول. يعني انت ممكن من البدايه تاخد سكه تانية خالص مع القضاء الاداري. طب في حد يقول لك لا؟ ما حدش يقدر يقول لك لا، ده القانون المصري بيلزم لك. لا انا بكلمكم على تجربه شخصيه ليا. انت بتروح القضاء الاداري، بتروح يا جماعه والله يا جماعه انا عايز حكم، شايف حقي، من حقك ان انت تلجا لقاضيك الشرعي وبتاخد حكم، يبقى عندك سكتين، يا القضاء الاداري يا مركز تسوق التحكيم الرياضي. مركز تسوق التحكيم الرياضي سكه طويله جدا مش سهله عشان تنفذ حكمك، القضاء الاداري ايضا بياخد وقت في اجراءاته القانونيه، وفي الاخر برضه بتاخد صيغه تنفيذيه. هنا محتاجين تعديل لقانون الرياضه، والنهارده في كلام بيحصل وفي حوار مجتمعي في مجلس الشورى عشان يتلاشوا كل الاخطاء اللي حصلت في تطبيق القانون، وده طبيعي جدا بعد ست سنوات او خمس سنوات من القانون بيبان بعض المشاكل في تنفيذه. بعد ما بتشوف هذا الموضوع بيبتدي يعدلوا الايه؟ قانون الرياضه. حبيت باختصار اشرح لحضراتكم يعني ايه قرار مركز تسويه التحكيم الرياضي اللي احنا بنتكلم عنه، وازاي يعني ايه حل الاتحاد. ليا طريقين امشي فيهم، وده باختصار هو مركز تسويه التحكيم الرياضي. في تعديل قانون الرياضه احتمال كبير جدا، محدش عارف. في حاجه مطروحه؟ في حاجه مطروحه. هل هتمس هذه المنطقه؟ مش هتمس المنطقه دي؟ لا. زي برضو بند الثمان سنوات للاتحادات، الموضوع ده برضو فيه كلام كتير جدا، هل نحط بند الثمان سنوات ولا نحط، انا بتكلم على الاتحادات. في اتحادات دوليه زي اتحاد السله بيلزم الاتحادات الاعضاء انه يحطوا بند الثمان سنوات.
في اتحادات كبيره تانية كبيره تقول لك لا ما تحطش بند الثمان سنوات، فهل ده متروك لجمال اميه؟ هل ده حق اصيل للقانون المصري انه يحطه؟ انا رايي الشخصي يعني انه حق اصيل انه يتحط. انا حر، انا يعني احط في الاتحادات البنود اللي عايزها في القانون، ولكن انا بقول يعني في طبعا اكيد في كفاءات وفي يعني خبرات تستطيع ان هي تحكم في هذه الامور اكتر مني، ولكن انا ببين لكم الصوره، الصوره ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي. نتمنى ان شاء الله ان كل الامور دي تتحل والامور دي تبقى واضحه منذ البدايه. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين بقى عشان نرجع بعد الفاصل نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن اخبارنا في النادي الاهلي، كره اليد، كره السله، الطايره، عندنا اخبار كتير، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وخلينا نروح لاخبارنا نبتديها من كره اليد في النادي الاهلي. حضراتكم عارفين ان اتخذ قرار من قبل اداره النادي الاهلي منذ ايام بتولي الكابتن ياسر لبيب رئاسه الجهاز، وعشان يبتدي يشكل جهازه اللي هيخوض بيه الفتره اللي جايه، وجاء مديرا فنيا كابتن احمد سالم. الحقيقه الفرقه مركزه بشكل كبير في محاضرات فنيه بشكل دوري استعدادا لاستئناف دوري المحترفين، وشغال مع لعبتنا كابتن احمد سالم مدير الفني في المحاضرات وشغل الفيديو علشان يوضح للعبتنا نقط القوه والضعف الفرقه اللي هنقابلها في الدوره المجمعه الثانيه ان شاء الله. وزي ما قلنا لحضراتكم في حلقه الاحد اللي فات ان السباعي الدولي بتوعنا انضموا للفريق وبداوا تدريبات مع لعبتنا، وباذن الله عندنا ثقه فيهم انهم هيقاتلوا اكيد في الدوره المجمعه الثانيه عشان هي خلاص مباراه مصريه. فرقتنا هتدخل الدوره المجمعه الثانيه وهي في المركز الثاني برصيد 8.5 نقطه ورا نادي الزمالك اللي عنده 10 نقاط. فرقتنا هتلعب يوم 29 مع سبورتنج، 30 مع الجيش، 31 مارس مع الزمالك. وباكد لحضراتكم انه اذا فزنا بالثلاث مباريات نتوج ببطوله الدوري المحترفين. طب هل هي صعبه؟ خلينا يعني نستوعبها واحده واحده، ودي يمكن رساله للعيبه. عندنا مباراه سبورتنج وطلاع الجيش الحمد لله يعني اقل نسبيا قوه من الزمالك، وضع طبيعي فيها ان احنا نفوز بغض النظر عن مباراه سبورتنج بتاعت الكاس، ولكن الكؤوس ليها حسابات اخرى. دايما الحمد لله احنا مع الفرقتين الطبيعي ان احنا نفوز، مع كل الاحترام لكل الفرق طبعا. عندنا مباراه الزمالك، مباراه الزمالك تكسب تشيل. طيب هل هي مستحيله؟ لا طبعا مش مستحيله. لو دفعنا دفعنا رجاله ونزلنا الملعب على قلب رجل واحد بروح قويه مهما شفنا من صعاب في الماتش هنكسب ان شاء الله. وهديكم بالدليل، كنا متاخرين فرق 7 مع نادي الزمالك وطلعنا فرق هدف ونادي الزمالك اتعادل معانا، يعني نقدر. المباراه الثانيه، المباراه بتاعه السوبر، المباراه كل المباريات بتخلص وبتحسم في اخر دقيقه معانا مع نادي الزمالك، يعني نادر لما تلاقي مباراه نادي الزمالك فرق فيها مثلا، يعني احنا فنيا قريبين، الدنيا مش بعيده، بس هي عايزه قتال في الملعب بالروح بالدفاع تركيز، مفيش ترن اوفر، مفيش باصه غلط، مفيش كوره، مفيش انفراد احطه في العارضه، مفيش انفراد تتحط في رجل الحارس، تركيز بكل كوره. لو لعبنا كده بالروح دي بالتركيز ده هي مباراه 60 دقيقه متوج، وكل التعب وكل المطبات اللي شفناها الموسم ده هتتغسل مجرد ب 60 دقيقة. الموضوع يجي ايه؟ روح، قلب، الدفاع، ادافع، ممكن ما اجلي كورة بس ما يجيش فيها جون. طب اقدر ادافع؟ انا عندي ايدين وعندي رجلين وعندي قلب وعندي روح، اقدر ادافع. ليه؟ لانه كرة اليد والالعاب الجماعية كلها هي الدفاع. هتدافع هتكسب. مش هتدافع ويتم اختراقك والكلام ده كله، مفيش. حراس المرمى اشتغلوا على نفسكم. ركزوا. اسالوا الله التوفيق ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم. لازم يعني انا متاكد ان انتوا طبعا يعني عايزين تكسبوا ونفسكم تكسبوا ونفسكم تفرحوا الجمهور، بس هي مباراه 60 دقيقه ان شاء الله نكسب المباراتين الاولانيين نخش على الثالثه ناخد البطوله. كل اللي فات ده باذنك يا رب يبقى يعني زي ما بيقولوا اتمسح باستيكا، ويبقى انت في الاخر بطل والتاريخ ان شاء الله هيفتكر البطوله مش هيفتكر اللي احنا مرينا بيه كل اللي فات. ان شاء الله كل التوفيق لفريق كره اليد. بالمناسبه احنا مثلا حاولنا نتواصل مع كابتن ياسر لبيب، انا عايز اوريكم بس جديه، حاولنا نتواصل مع كابتن ياسر لبيب يكون معانا بمداخله، يكون ضيفنا، نتكلم نشوف ايه اللي جاي، رفض تمام. واحترمنا ده جدا على فكره، بس كان واجبنا اعلاميا يعني كاحترافيه اعلاميه لازم نحاول ولازم نكلمه نشوف يمكن محتاج يقول حاجه، محتاج يكون معانا، يقدر يكون معانا. رفض تماما، قال لك انا قافل على الفرقه بشكل كبير
ورافعين درجات التركيز، وزي ما قلنا لحضراتكم في الخبر محاضرات فنيه واستعدادات وفيديوهات عشان ربنا يكرمنا يوم 29 و30 و31 اللي جايين. يا رب يا رب كل التوفيق لفريق كره اليد، فريق مجتهد، فريق لعيبه عندهم اخلاص للنادي، نفسهم يعملوا حاجه، يا رب يتوجوا بهذه البطوله. هنروح لكره اليد. يمكن كان عندنا كاس مصر كره اليد سيدات هذا الموسم، او الموسم كان الاسبوع ده. للاسف لم نوفق في مباراه قبل النهائي، قابلنا الطيران على التالت والرابع، فزنا وفزنا بالميداليه البرونزيه، ونتيجه المباراه خلصت 30-25 على نادي الطيران. طيب ايه اللي حصل في ماتش السيمي فاينال؟ كان مع سبورتنج خسرنا 25-24 بعد ما كنا قريبين جدا من التعادل. ويمكن اللي حصل، الازمه اللي حصلت كانت في الشوط الاول. الشوط الاول طلع علينا فريق سبورتنج في حاجه، في ذهول اللاعبات كلهم، لدرجه ان بيبقى ساعات في عندك اوف داي كده انت ما تعرفش سببه ايه. فرقتنا في اليد اقوى فرقه في مصر، مرتاح، بس ساعات بتنزل تلاقي نفسك اوف داي. ما هو ده الكلام بقى اللي بقوله للرجال برضو، انت ممكن تنزل تلاقي الدنيا سهله سهله. فهي الفكره جايه كده. سبورتنج نزل فرق 8 تجوان في الشوط الاول، 8 تجوال في الشوط الاول، ده كتير. 7 انا اسف 7 تجوال في الشوط الاول ده كتير، ومع ذلك النادي الاهلي عوض. يعني النادي الاهلي فايز الشوط الثاني فرق 6 جوال، فريق سبورتنج 7 في الشوط الاول. اذا كان كنا نقدر برضو نتعادل، ولكن كان سبورتنج تشبث بالجيم. ولكن هارد لك ان شاء الله اللي جاي. طبعا مبروك على المركز الميداليه البرونزيه، ان شاء الله اللي جاي افضل. عندنا لسه بطوله السوبر، احنا بطوله السوبر بقى ميزتها ايه؟ مش ماتشات كؤوس، انت نفس الطويل، واللي بيلعب والفرقه الاكفأ هي اللي بتفوز. ان شاء الله احنا ابطال سوبر كره اليد سادات باذن الله، وان شاء الله يعوضوا هذه الخساره باذن الله، ولكل حصان كبوه. طيب هنروح لكره السله رجال. ما شاء الله كان عندنا مباراتين وزعناهم على قناه النادي الاهلي يوم السبت ويوم الاثنين الماضي. كان دي لقطات من اللقاءات اللي لعبناها. ده الماتش الثاني، السلم اوليه اللي حطه هبقى مين، ده كان اول لعبه في المباراه. فزنا في المباراتين. مستر اجوستي بوش طبعا اللعيبه بتتمرن مفيش راحه. المباراه الثالثه امتى؟ بكره. المباراه الثالثه هتكون على صاله المقاولين العرب ان شاء الله غدا، وهنقول لحضراتكم اكيد نتيجتها او هتعرفوها من خلال زملائي اللي هيكونوا موجودين طبعا في القناه. طيب هنتكلم عن مباراه الثالثه. طب النتيجه كام؟ النتيجه 2-0 لينا دلوقتي. طب انا لازم اكون 2-0 في الجيمات، بنلعب بيست اوف 5، اللي بيكسب 3 جيمات من الخمسه تلعب 5 جيمات، اللي بيكسب 3 بيتاهل. طب احنا كسبنا 2، يبقى تبقى لنا مباراه نفوز بالمباراه القادمه ان شاء الله نتاهل للدور قبل النهائي لملاقات مين بقى بنسبه كبيره؟ الجزيره. الجزيره عامله ايه في الاخر؟ الجزيره كسبانه 2-0 ايضا سبورتنج، فالجزيره فاضل لها تكه، التكه دي فين؟ في اسكندريه في ملعب سبورتنج. كسبت هتتاهل قبل النهائي، هتقابل النادي الاهلي ان شاء الله في قبل النهائي. بفكركم ان المباراه اللي فاتت شهدت عوده مروان سرحان. مروان سرحان رجع وشفنا فرحه الفرقه الكبيره بعودته، وكمان اقتراب عوده عمر عزب لما كان معانا ضيفنا من خلال مراسلنا كان في ارض الملعب، شرح لنا او اتكلم معانا انه خلاص ان شاء الله ممكن اسبوعين ثلاثه يكون في ارض الملعب. طب هل هيلحق قبل النهائي؟ باذن الرحمن هيلحق. طب ايه كلامك ليه يا كابتن بتقول كده؟ قبل النهائي تحدد ميعاده يوم 20 ابريل، في توقف بعد الجيمات دي عشان في تصفيات بطوله افريقيا للانديه اللي بيشارك فيها نادي الزمالك، ستوقف الدوري، هيرجع يستأنف ثاني يوم 20 ابريل، يعني بنتكلم في 29 يوم. بنتكلم كمان اسبوعين، يعني 14 يوم يعود، يعني عندك 15 يوم تجهز يا عمر يا عزب يعني يلحق. حتى لو فرضا لم يلحق احد المباريات الاولى في مع الجزيره، قد يلحقنا في الفاينل باذن الله في حاله تاهلنا للفريق. فريق كره السله ماشي بشكل جيد الحمد لله، من افضل بعد ما مجلس الاداره ركز معاه سنتين، والصفقات وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي وفر الدعم، و طبعا رفع لمجلس الاداره كل طلباته، ومجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب لبى طلبات الفريق على مدار سنتين ثلاثه. تحول فريق كره السله في النادي الاهلي من بعد ما كان دايما ما بيستلقاش احسان من الجماهير وليها مش هنضحك على بعض، ولكن تحول الحمد لله الحمد لله بمجهود الجميع واخلاص الجميع لواحد من افضل الفرق الجماعيه في النادي الاهلي الان. ان شاء الله نتمنى له الفوز في دوري السوبر، لان احنا لينا هدف ابعد. انا مش عايز اسبق الاحداث يا رب، ما بحبش دايما اسبق، حبش دايما اتكلم عن اللي بعده، ولكن عندنا هدف كبير الا وهو افريقيا. عايزين نرجع بطوله افريقيا تاني اللي غايبه عنا من سنه 2016، ديسمبر 2016 اخر لقب افريقي دخل النادي الاهلي.
منتظرين ادي يستحق. والمناسبه عايز اخد في حاجه تانية تخص كره السله. كنا اتكلمنا في الاستوديو التحليلي اللي قبل المباراه، اللي قبل المباراه مباراه الاهلي والاتحاد فاينل كاس، عن القاب كاس مصر. ركزوا معايا الكلام ده عشان حصل جديد. كاس مصر كان اكتر فريقين حاصلين عليهم هو نادي الاتحاد السكندري ونادي الزمالك، 13 لقب منهم لقبين اعتباري. يعني ايه اعتباري يا كابتن هيثم؟ الحقيقه انا الحاجات دي ما شفتهاش في اي اتحاد بصراحه، بس يعني نادرا لما بيقول لك ايه اصل البطوله اتلغت النهارده وهنديها اعتباري اللي حامل اللقب السنه اللي فاتت. يعني ما اعرفش، انا مش مقتنع بدي، بس قلنا يلا ماشي طالما يعني الاتحاد السله خلاص هنقول ايه. ولكن الاتحاد راجع نفسه، وده حقيقه موقف محمود، مش عشان جيل صالح يعني احنا مالناش ولا احنا اتلغينا لقب، يعني بس عشان تبقوا انتوا عارفين احنا اتلغينا لقب، بس هنقول ايه؟ احنا نقول ان دي حاجه محموده، ان الاتحاد يراجع نفسه. يا جماعه والله انا شايف ان مفيش حاجه اسمها القاب اعتباريه. فاحنا دلوقتي بقينا 9 ألقاب صح؟ احنا 10 ألقاب، احنا 10 ألقاب. نادي بطل الكاس السنه دي احنا، فاحنا 10 ألقاب. نادي الزمالك ونادي الاتحاد لما اتلغى اللقبين الاعتباري نزلوا بقى 11 لقب، يعني النادي الاهلي يبعد لقب واحد عن تصدر او مساواته مع الفرق الاخرى عشان يبقى من اكتر الفرق اللي حصلت على كاس مصر. وهل من العقل، هل من العقل لو كاس مصر لاي ظرف من الظروف زي مثلا بعد الشر يا رب وربنا لا يعيدها ايام زي ما حصل في كورونا، فرضا لو ما حصل ان الكاس مصر اتلغى، هل يجوز وهل يعقل ان النادي الاهلي ياخد البطوله من غير لعب؟ ما ينفعش. فعشان كده احنا بنحيي اتحاد السله على هذا القرار ده. احنا دايما بنقول احنا ما عندناش مشكله، الصح صح والغلط غلط. والله العظيم احنا في هذا البرنامج لا يزالنا غير الحق والمصلحه، الحق والمصلحه الجميع. الالقاب الاعتباريه ما ينفعش، ما ينفعش. ولكن انا خدت لقب بدراعي يتحسب لي. الموسم ما اتعملش فول داون للموسم ده كانه مش موجود، وده الحق الطبيعي. اذا رجعنا تاني، الالقاب اللي حصل عليها الاهلي الزمالك والاتحاد 11 لقب من 13 لقب بعد الغاء لقبين اعتباريه. وعلى فكره في الدوري في ازمه زي دي كمان، النادي الاهلي خد 10 القاب بدون اي اعتباري. فهو دلوقتي النادي الاهلي 10 القاب الفريقين، يعني ان شاء الله النادي الاهلي السنه الجايه يتوج بالكاس بقى التوب. وان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه النادي الاهلي هياخد الرياده. اي نعم بالنسبه للسله محتاجين شغل، انا اشرف ان انا حامل احد القاب بطوله الدوري مع النادي الاهلي. اي نعم القاب ليست كثيره زي الكاس، مش 10 هم تقريبا 4 أو 5 ألقاب، ولكن 5 ألقاب ليا الشرف الحمد لله رب العالمين انا حاصل على لقب واحد منهم، وايضا ليا الشرف ان انا حاصل على لقب كاس من 10 كؤوس. دي اتمنى ان ال5 ألقاب يبقوا 50 لقب في كرة السلة، وهو ده ما يستحقه النادي الأهلي. النادي الأهلي بيشتغل، النادي الأهلي بيبذل مجهود، بيلتزم بالقوانين واللوائح، عنده قطاع ناشئين قوي، النادي الأهلي يستحق إنه يتصدر زي الطايرة، زي اليد، إحنا أكتر فرقة حصولاً على الدوري العام المصري، نتمنى إن شاء الله كرة السلة وإحنا إن شاء الله ماشيين على الطريق الصحيح. معلش أنا بسترسل في بعض الأمور المهمة اللي مش هتسمعوها في برنامج آخر ممكن يكلمكم بهذه التفاصيل. طيب هنروح لكرة السلة سيدات. الحمد لله يبدو أن كابتن طارق خير عندما جاء إلى الفريق خلف اللي كابتن علي هاشم المحترم اللي فاز ببطولات كثيرة، يمكن تغيير الدماء بيبقى ساعات مطلوب. الحمد لله قدرنا أن احنا نفوز في نصف النهائي على هليوبلس بنتيجة 92-82، فريق هليوبلس العنيد. الماتش كان اتلعب امبارح على صالة برج العرب بمدينة اسكندرية، وباذن الله الماتش اللي جاي يوم الخميس على نفس الصاله، وفي حاله فوزنا هنضمن الصعود للنهائي. بيست اوف 3 ليس 5، اللي بيكسب ماتشين في البلاد بتاهل. دي محترفتنا اللي ادت اداء كبير جدا، ولوكاس عملت ماتش رائع بقى لها فتره بعيده، 26 نقطه. نادين السلعاوي 21 نقطه، مباراه رائعه، نتمنى الثبات لفرقتنا على هذا المستوى. يبدو ان كابتن طارق خيري جاء ولن يتنازل عن الدوري، واحنا وراك يا كابتن طارق، وهو ده النادي الاهلي. وبالنسبه كابتن علي هاشم بنسبه كبيره جدا هيتولى تدريب نادي الطيران، ولادي النادي الاهلي موجودين في اي وقت وفي كل مكان وعلى استعداد لخدمه النادي الاهلي. ولكن عندما بيخرجوا من النادي الاهلي ودي سنه الحياه بيخرجوا من الباب الكبير، وهو ده الكلام اللي انا بقوله. كابتن علي هاشم شعر، واحنا هنا بنحييك يا كابتن علي، ومش هننسى انجازاتك.
عندما شعر أن التغيير مطلوب من نفسه انسحب. وهو ده، وهم دول ولاد النادي الأهلي. يعني دايما بيبقى عندهم مصلحة النادي الأهلي فوق كل اعتبار. وعندما يجتهد مدرب ولم يعني يوفق مع النادي الأهلي له منا كل الاحترام، لأن هو كان نيته وكان مجهوده وكان عطاؤه هو عايز يرفع اسم النادي الأهلي، مفيش شك. هم دول ولاد النادي الأهلي. كل التوفيق لكابتن طارق خيري، ونتمنى التوفيق أيضا لكابتن علي هاشم. هنروح لكرة الطائرة رجال. الحقيقة دوري قوي، دوري جديد السنة دي جامد جدا. عندنا بيست اوف فايف هيتلعب مع نادي الزمالك في قبل النهائي. نادي الزمالك جاب 2 أجانب، واحد منهم وصل عليه أزمة أحكيها لحضراتكم، ولاعب آخر في الطريق. لعيبة محترفين أجانب، كولومبي تقريبا على ما أتذكر، وفنزويلي حاجة زي كده مش متذكر هم لعيبة، ولكن جايين في مركز 4 والضريق يعني عشان يحددوا النقص. مسابقات الطائرة تحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري النخبة. المباراة هتتلعب يوم 30-31 مارس اللي احنا فيه، ويوم 1 ابريل اللي جاي على صالة نادي بالعاصمة. ثلاث ماتشات، انا اسف، هتلعب ثلاث ماتشات بيست اوف 2، بيست اوف 3 وليس بيست اوف 5. الاهلي في حالة فوزه بماتشين مش هنحتاج نروح للثالث. والاهلي طبعا كان صعد للنهائي طبعا بعد رحلة فوز طويلة. الحمد لله لم نتلقى اي هزيمة هذا الموسم بنتيجة واحدة، 3-0 في كل مبارياتنا. فزنا على الهلوبليس في دور الثمانية 2-0، صعدنا لقبل النهائي. نادي الزمالك الطرف الاخر في لقاء قبل النهائي فاز على سموحه بنتيجه 2-0 ايضا، وهتكون المباراه. طيب في ازمه في التسجيل، في ازمه في التسجيل، خلينا اشرحها لحضراتكم. اللعيبه الاجانب اللي بيجوا من وسط الموسم بيكونوا بيلعبوا في احد الانديه الاخرى الخارجيه، ممكن في امريكا الجنوبيه، قد يكون في اوروبا، قد يكون في امريكا، وات ايفر هو فين. ولكن انت بتبعت اللاعب، بتتعاقد معاه، بتبعت للاتحاد الدولي بتطلب الكليرنس او الاستغناء او البطاقه الدوليه، سميها زي ما انت عايز تسميها، بتطلبها من الاتحاد الدولي بعد اذن معاليك. انا عايز الكليرنس ان هذا اللاعب فري انه يلعب معايا. الوضع اللي هكلمكم عليه ده من كواليسنا برضو نفس وضع نادي سموحه. نادي سموحه جاب لعيب اجنبي، والوضع ده بيتطبق على الاثنين ونادي الزمالك ايضا. فاللاعب ده لم تصل حتى الآن البطاقة الدولية بتاعته من الاتحاد الدولي، ومع ذلك الاتحاد المصري سمح له بالمشاركة. هتقول لي ازاي؟ ماليش دعوة، معرفش. سمعنا على صفحات السوشيال ميديا سموحة بيتضرر، طب ترد عليه تقال له طب ما انت عندك نفس الموضوع، طب اتحاد الطايرة ازاي يشاري يسمح للعيبة تشارك بدون الاستغناء؟ طب افرض الاستغناء ما جاتش، هتعمل ايه في المباريات؟ افرض لأي سبب من الأسباب اللاعب ده كان عليه فلوس للنادي بتاعه، ما هو الاستغناء بتيجي ازاي؟ الاستغناء بتيجي ازاي؟ انا ببعت للاتحاد الدولي من خلال الاتحاد بتاعي. خليني بس اشرح لكم الكليرنس بتيجي ازاي حتى في كره القدم. نادي الاهلي سيتعاقد مع احد اللاعبين، بياخد انت كنت بتلعب فين؟ انا كنت بلعب في نادي مثلا بالميراس، خلينا في الكوره. طيب هيروح النادي الاهلي عامل خطاب بعته للاتحاد الكره، لان النادي لا يخاطب الاتحاد الدولي، الاتحادات الدوليه تخاطب انديه، تخاطب الاتحادات العضو اللي هي الاتحادات الاهليه. يبحث جواب للاتحاد المصري، بعد اذنك يا فندم خاطب الاتحاد الدولي يطلب الاستغناء الخاص باللاعب ده بصوره جوازه ده اللي كان بيلعب في الحته الفلانيه دي. فيبعت الاتحاد المصري للاعبه للاتحاد الدولي التابع ليه، يا فندم احنا عايزين الكليرنس الخاص بهذا اللاعب من النادي الفلاني في البلد الفلانيه. يوم الاتحاد الدولي باعت فاكس او باعت ميل لاتحاد الدوله اللي فيها اللاعب، يا فندم هات لنا، هل في اي مانع من انتقال اللاعب ده للنادي ده؟ يروح الاتحاد اللي في البلد التانية، يبعت للنادي اللي كان فيه يقول له اللاعب بتاعك اللي مشي رايح النادي الاهلي، عندك مشكلة؟ هنا بقى تيجي بقى المشكلة او تيجي بقى الاختبار. لو هو عقد فسخ ومفيش مشكلة خلاص، لا يوجد مانع من انتقاله وعقده انتهى، او احنا مشيناه او واتيفر ايه بتاع. طب افرض اللاعب ده مثلا ليه فلوس او عليه مستحقات او مثلا بلاش هرب، النادي بتاعه مش هيديله كليرنس. وعلى فكره النادي الاهلي تعرض لازمه زي دي تقريبا في لاعب كره على ما اتذكر اسمه، كان اسمه كوليبالي. كوليبالي ده سافر بدون موافقه النادي الاهلي، لما راح النادي بتاعه لعب بحاجه اسمها استغناء مؤقته، لما جت الاستغناء الدايمه كان النادي الاهلي رافضها، فتعرض لعقوبات عنيفه، والنادي الاهلي ادار هذا الملف باحتراف، وخدنا بنالتي محترم. خدت بالكم ازاي؟ فاذا اللعيبه، ارجع بقى تاني بالرجع بقى، لعيبه الطايره ما اشتركت في سموحه والزمالك بدون الاستغناء الدوليه او كليرنس او البطاقه الدوليه. طب ده قانوني؟ ما اعرفش.
ما اعرفش اتحاد الطيران، بس هو في العادي كله مش صح. الصح انه انا يجي لي البطاقه الدوليه. طيب هل ده ممكن يعمل ازمه؟ ما اظنش مع سموحه والزمالك يعمل ازمه، بس ممكن يعمل ازمه في الدور اللي جاي. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين وارجع لحضراتكم، لسه عندنا اخبار كتيره ويعني اراء محتاجين نناقشها مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح للكره الطائره سيدات. كان عندنا قبل النهائي مع سبورتنج، فزنا في سلسله المباريات بيست اوف 3 2-0. المباراه الاولى كانت خلصت بنتيجه 3-0 3-0 للنادي الاهلي، كانت على ملعبنا. المباراه الثانيه خلصت بعد ريمونتادا، النادي الاهلي كان متاخر 2-0. متخيلين الضغط العصبي اللي كان على اللاعبات وكابتن حمدي الصافي، ولكن حولوا تاخرهم ب 2-0 لفوزهم 3-2. فرقتنا بتستعد في الفتره اللي احنا فيها للعب بالدور قبل النهائي من الدوري اللي هيكون قدام نادي وادي دجله المكافح، واللي قدر انه يخلص الدور التمهيدي من الدوري في المركز الرابع. طبعا مباراه كانت ولا اروع الحقيقه، لما نعمل ريمونتادا بشكل بعد تاخرك 2-0 تعمل ريمونتادا بالشكل ده، لا انت في حته تانية وفرقتك عندها يعني زي ما بيقولوا عندها ثبات انفعالي. بنحافظ على سجلنا، عدد فوز متواصل، وصلنا تقريبا للمباراه 97، ودي حاجه جيده جدا جدا. الف مبروك يا كابتن حمدي. وبالمناسبه زياد زينه العالمي عملت مباراه ولا اروع الحقيقه، وكانت ضيفتنا اول ما تم التعاقد معاها من نادي الصيد. برافو عليكي، وان شاء الله مستنيين منك المزيد، وهو ده الطبيعي، صفقات النادي الاهلي تحدث الفرق. طيب هنروح للتنس الارضي. التنس الارضي انتوا عارفين من الالعاب المأصله جوه النادي الاهلي، ختام بطوله الاهلي المفتوحه للتنس، وفرق النادي تحصد العديد من المراكز الاولى. من ايام كان ختام بطوله النادي الاهلي المفتوحه للتنس الارضي، واللي اتلعبت على ملاعب المقر الرئيسي من النادي الاهلي بالجزيره، وشارك فيه عدد كبير من اللعيبه. لعيبه الاهلي حققوا اكثر من مركز مميز في مختلف الاعمار السنيه، فنلاقي ان رنا شريف وروان شريف حققوا المركز الاول في منافسات زوجي السيدات، وده نفس الامر اللي حققته فاطمه رامي وهنا طارق في منافسات زوجي الناشئات تحت 12 سنه، وكمان قدرنا نحقق لقب زوجي الناشئات تحت 14 سنه، وكمان حققنا المركز الاول في منافسات زوجي الرجال عن طريق بلال ابو طالب وزياد حامد، وحقق اسر سامي واسر نهاد المركز الاول في منافسات تحت 12 سنه. اما بالنسبه للمراكز الثانيه فحققت مريم الطويل وسوسن حنا الفضيه حنه الفضيه في زوجي الناشئات تحت 18 سنه، وكمان حققت فريده الطويل وهي محمد عيد المركز الثاني في منافسات تحت 16 سنه، وكمان كنا حققنا المركز الثاني في منافسات فردي ناشئات تحت 12 سنه عن طريق ياسمين السيد حمدي. علشان كده كاميرا الابطال كانت موجوده في البطوله، صورنا التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. طبعا تنظيم النادي الاهلي لا يعلى عليه. طبعا احنا هنا في بيتنا، والحقيقه النادي الاهلي من النوادي الكبيره جدا والرائد في البطولات الكبيره، واحنا دايما الاتحاد بيحرص على ان البطولات الكبيره بتتلعب في الانديه الكبيره زي الاهلي والصيد والجزيره هليوبلس. طبعا الاهلي من الانديه الكبيره وبطولته بتبقى من البطولات المميزه، وبيشترك فيها كل اللعيبه الكبار وكل الاوائل على جميع الايفنتات. طبعا احنا يعني بنبقى سعداء جدا هنا، وهدح ان احنا قاعدين بنلعب في ملعبنا، وده تيجي شايفه الحضور والجمهور والناس مبسوطه جدا. والحقيقه التنظيم كان هايل وراقي جدا زي ما تعودنا من النادي الاهلي. التنس المصري حاليا بيمر يمكن باحسن عصوره. احنا لسه كسبانين ديفيس كاب من 3 ايام وطلعنا المجموعه الثانيه. ابطالنا الولاد المصريين كانوا ممتازين، وان شاء الله عندنا في سبتمبر جوله ثانيه. النادي الاهلي عنده قاعده كبيره من الناشئين، وهو اللي بيفرغ دايما كل البطولات للاتحاد. كل الانديه الكبيره مهمتها انها تفرغ الولاد الصغيرين اللي هم 12 و14 و16 لغايه لما يوصلوا لمرحله 18 ورجال، وهنا بتبدا الاتحاد يبتدي يركز على الولاد دول عشان دول اللي بيمثلوا منتخب مصر. النادي الاهلي متفوق دايما في المراحل السنيه الصغيره والمتوسطه. ليه؟ لانه عنده قاعده كبيره، واظن انت شايفه كميه ملاعب الى حد كبيره جدا على مستوى الانديه، من اكبر الانديه اللي عندها ملاعب وطبعا عندها امكانيات. فطبعا احنا بنعتبر النادي الاهلي من الانديه المميزه اللي بيعتمد عليها الاتحاد في ريسورس جامد لينا عشان البطولات الكبيره والمحليه كمان. الحمد لله السنة دي البطولة بتقام في موعدها رغم ظروف الطقس. اشترك في البطولة حوالي 700 لاعب من 10 أندية.
كان نصيب النادي الأهلي منها حوالي لقبين فردي وسبع ألقاب زوجي. يعني النتيجة ما كناش يعني مبسوطين بها، لكن إلى حد كبير واعتبرنا لسه في بداية الموسم، إن شاء الله نتائجنا تحسن في بقية البطولات. بطولة الأهلي مصنفة إن هي بطولات الجي 1، ودي من أعلى البطولات اللي موجودة، لكن حضرتك هي إحنا لسه في بداية الموسم، لسه الموسم طويل قدامنا. إحنا إن شاء الله المجلس صراحة السنة دي مهتم جدا بالتنس وعامل خطة طموحة جدا سواء في الإنشاءات أو الملاعب، وإحنا من ناحيتنا برضو بنضم لعيبة جديدة من أندية مختلفة واللعيبة الناشئين بتاعتنا والمدارس، فإن شاء الله بنقدم موسم كويس. يعني كان ماتش كويس وكسرت بس لعبت حلو، وأنا كنت مركز ثاني في بطولة كبيرة قوي اللي هي الأهلي، بس أنا أصلا الأول الحمد لله. وإحنا بقالنا كتير قوي بنستعد لها من البري سيزن ومستعدينها، وكنا عاوزين قوي اللي إحنا نعمل حاجة فيها عشان ده نادينا. دخلت مركز أول في بطولة التنس زوجي 12 سنة، ورانكي هيتحسن جدا من 33 هتحسن، هبقى من الاول العشرينات، علشان البطوله دي من احسن البطولات اللي في مصر وبطوله جي اي. واحب اشكر كل المدربين اللي جم مساعدوني وحاولوا سبورت. يعني هو المدربين كانوا بيقولوا لنا خشوا العبوا لعبكم، يعني بجد خشوا بس اعملوا لعبكم والعبوا لعبكم. هو بس اول ماتش كان صعب وتقيل وكده، وبرده الفاينل كان صعب وكده، بس يعني برده هو بصراحه كل الماتشات كانت صعبه، بس احنا يعني حاولنا ندي اللي علينا والحمد لله. التنظيم النادي كان حلو قوي، بالملاعب بالحكام بكل حاجه، وكمان احنا يعني كنا بصراحه مستعدين للبطوله دي ان احنا قبل ما نلعب ناخد اول. مكملين مع التنس الأرضي، عندنا ميار شريف نجمتنا تودع بطولة ميامي الدولية للتنس من الدور الأول. ميار شريف لاعبة منتخبنا الوطني للتنس الأرضي ونجمة النادي الأهلي بتودع بطولة ميامي الدولية للتنس من الدور الأول بعد ما خسرت من المصنفة الأمريكية رقم 65 عالميا دلوقتي. وخسرت ميار واللي بتحتل دلوقتي المركز 73 على العالم بمجموعتين لوحده، وجت نتائج المجموعة كالتالي 2-6 6-3 6-4. يعني ميار كسبت المجموعة الأولى وللأسف خسرت المجموعتين التانيين. البطولة دي من أقوى البطولات العالم ودائما بيشارك فيها أفضل مصنفين على مستوى العالم. كل التوفيق لميار شريف الحقيقة اللي بنتمنى لها كل الخير، وإن هي تقدر تخش في أحسن 50 لاعبة تنس على مستوى العالم في إنجاز إن شاء الله يكون تاريخي لميار. هنروح بعد كده للأخبار المحلية، كده كل خلصت أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي، خلينا نروح لأخبارنا المحلية. عندنا الخبر الاولاني، خمس مصريات تتاهلنا لنصف نهائي كاس العالم للخماسي الحديث. بالمناسبه عندنا بطوله كاس عالم الخماسي الحديث بتقام الان على ارض مصر في ملاعب الجامعه الامريكيه في التجمع الخامس في الفتره من 22 ل 27 مارس. عندنا خمس مصريات خمس لاعبات تاهلنا للدور النهائي. مين هم؟ اميره انديل، ملك اسماعيل، سلمى عبد المقصود، هايدي عادل، زينه عامر. بتمنى كل التوفيق للاعبتنا ولاعبنا ولاعبتنا. ليه؟ لان لعبه الخماسي من الالعاب الاولمبيه اللي كان فيها الجندي احمد الجندي حقق لنا ميداليه فضيه اللي حطتنا في الترتيب هايل في الجدول، احسن ما كنا نجيبها. يعني لما كناش جبنا الفضيه كنا هنبقى في ترتيب متاخر، ولكن الخماسي من الالعاب والاتحادات اللي بيعول عليها اللجنه الاولمبيه بتعول عليها اللجنه الاولمبيه المصريه امال كبيره في تحقيق ميداليات في الدوره الاولمبيه القادمه باريس 24. هنروح للخبر اللي بعد كده، وهو احمد الجندي لاعب الخماسي الحديث. الحقيقه ما قدرش يشارك في بطوله كاس العالم، وشرح لنا ليه وفسر ليه سبب غيابه. احمد الجندي لاعب منتخبنا الوطني الخماسي الحديث وصاحب فضيه، هو ده صوره احمد الجندي، فضيه طوكيو 2020، قال انه حزين لغيابه عن بطوله كاس العالم للكبار اللي اتلعب في مصر في فتره من 22 27 مارس زي ما قلت لحضراتكم. وطبعا غاب بسبب اصابه في كتفه. الف سلامه عليك يا جندي. وقال الجندي على صفحته الرسميه على فيسبوك انه حزين بسبب بدايه الموسم الصعبه، وانه كان بيتمنى انه يكون جزء من البطوله دي، ولكن يجب علينا ان نكون اقوياء ونستعد للي جاي. واتمنى الجندي التوفيق لزمايله في المنتخب وانه يقدروا يرفعوا اسم مصر عالي في البطوله دي. احمد الجندي زي ما قلت لحضراتكم هو صاحب الميداليه الفضيه. الف سلامه عليك يا جندي، ان شاء الله ترجع احسن من الاول. الاصابه هي الجزء الاخر من الرياضه والجزء اللي اللعيبه ما بتحبوش، ولكن هو واقع، وان شاء الله ترجع احسن من الاول. بعزمتك بارادتك بفنياتك بعقليتك هترجع تاني اقوى من الاول.
هنروح لاتحاد الجودو اللي بيترأسه كابتن مرزوق محمد، واللي استطاع انه يفوز بالنائب الاول للاتحاد العربي للجودو. الف مبروك كابتن مرزوق، استطاع انه يفوز بمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي في انتخابات اتعملت امبارح في العاصمه الاردنيه عمان. كابتن مرزوق فاز بالمنصب بعد منافسه قويه من مرشحين كتير على المنصب ده، وجه السعودي حسين محمد المالكي في منصب النائب الثاني. كابتن مرزوق قدر يقنع الجمعيه العموميه بمشروعه اللي بيخطط ليه في الفتره الجايه، واللي هيكون هدفه الكبير هو الارتقاء بمستوى اللاعبين العرب في الفتره اللي احنا فيه دي، خصوصا اننا قربنا من اولمبياد باريس اللي جايه بامر الرحمن. وقال انه كان بيسعى لاستضافه مصر لاحدث البطولات او لبطولات واحداث كتير على ارض مصر، سواء على الصعيد العربي او الافريقي او الدولي. كل التوفيق لكابتن مرزوق، احد القيادات الشابه في الجودو اللي بنتمنى له كل التوفيق. طيب هنروح للخبر اللي بعد كده معانا في حلقتنا. عزمي محلبه يتصدر التصنيف العالمي لرمايه الاسكيت. الف مليون مبروك يا عزمي. عزمي محلبه لاعب منتخبنا الوطني للرمايه اتصدر التصنيف العالمي، ودي التصنيف العالمي ما شاء الله علم مصر منور في الصداره. بعد ما كان حقق 2000 نقطه وجه في المركز الثاني الايطالي تامارو كاسندرو برصيد 1750 نقطه، وجه من وراءه الفرنسي اريك ديلوناي برصيد 1500 نقطه. عزمي لسه محقق انجاز كبير للرمايه المصريه بعد فوزه بذهبيه بطوله كاس العالم واللي اتلعبت منذ ايام في قبرص. عزمي محلبه من الرمايه المصريين اللي عاملين تاريخ كبير ولسه عنده مستقبل باهر باذن الله. عزمي كان شارك في 3 اولمبيات، لندن 2012 وايضا ريو دي جانيرو 2016 وصولا بطوكيو 2020. كل التوفيق لعزمي وكل التوفيق لنجومنا وابطالنا المصريين. هنطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل بطلتنا، بطلة السكواش الاهلاويه اللي استطاعت انها تفوز ببطوله الجمهوريه، البطوله الاكبر المحليه في هذا السن تحت 11 سنه. هيكون معانا ريم المغربي ووالدها محمود المغربي عشان نتكلم معاهم ازاي وصلوا لهذه البطوله وهذا التصنيف الرائع، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اللي ما تابعناش في البدايه، احنا كنا النهارده بنتكلم عن السكواش. السكواش من الالعاب اللي فيها منافسه عنيفه جدا خاصه في الاعمار الصغيره. ليه؟ لان مصر كلها بتلعب سكواش يعني بجمله بسيطه. فالنهارده لاعبتنا او بطلتنا عندها 11 سنه، لعبت بطوله الجمهوريه منذ ايام تحت 11 سنه اللي كان داخل فيها تقريبا حوالي 250 لاعبه، وده رقم كبير. رقم بطوله الجمهوريه بتبقى اكبر بطوله محليه وعليها اكتر عدد نقاط. ريم المغربي لاعبتنا النهارده قدرت تفوز ببطوله الجمهوريه، برحب بيها في البدايه. اهلا بيك يا ريم، منورانا في قناه الاهلي. شكرا. مبروك. الله يبارك فيك. وش الحلوه والحاجه دي كلها. شكرا. برحب بالاستاذ محمود المغربي والد ريم. احنا النهارده يعني كنا حريصين كمان يكون معانا الاب او الام اللي تعبوا وربوا عشان يشوفوا اولادهم كده. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بحضرتك. الله يكرمك. منورنا في قناه النادي الاهلي. الله ينور نوركم والله، ربنا يكرمك. يمكن مش هبتدي مع ريم، هبتدي معاك. ليه؟ عشان ريم تفك شويه، لسه صغنونه حبيبتي وتشوفنا بنتكلم، فتبقى الدنيا بالنسبه لها جميله. استاذ محمود، يمكن دايما ومش مقوله دي حقيقه، البطل بيتربى في البيت الاول. بالظبط. صح يا كابتن؟ بالظبط طبعا. رايك ايه في المقوله دي؟ والله هي الاساس عندي اللي هو مثلا البيت لما يبقى فيه التزام وفي يعني الاب رياضي والاولاد اللي طالعين برضو رياضيين مهتمين بالدراسه جنب الـ جنب الـ جنب الـ جنب الـ الرياضه, الرياضة. طبعا بتبقى فيه شويه يعني ضربات ومناوشات طبيعي، بس البيت بيبقى حريص على ده. يعني البيت شويه ولادي كمان كانوا ابطال ووتر بولو، اخواتها الكبار ما شاء الله. ما شاء الله. ساعات بتحصل حاجات هم بقى بيتدخلوا ويتكلموا يعني هم البوش بالنسبه لريم في. طب يا استاذ محمود، يعني ريم اخواتها كانوا بيلعبوا ووتر بولو وابطال، طب ليه اخترت الاسكواش؟ ده حاجه ثانيه خالص، العاب مضرب يعني حاجه وقصه ثانيه. ايه السبب؟ انا بصراحه كنت بلعب سكواش من وانا صغير فعلا. ولحد وصلت لحد بطوله الجامعات ما شاء الله. بعد كده طبعا الواحد ما خدهاش احترافي. لما جربت مع اخواتها، بس هم كانوا مايلين شويه للكوره. للكوره في الاول كمان. كانوا لعيبه كوره، وانا على فكره كنت لعب نادي اهلي لحد 16 سنه كره قدم. كره قدم. من اجيال يعني الكابتن مصطفى حسين ما
ما شاء الله. ما شاء الله. وبعدين كان ليا زمايل في نادي الجزيره من ضمنهم احمد طاهر ودخلوني السكواش بقى على كبر. بس انت اللي دخلت السكواش بعد ما بطلت كوره بالظبط، مش ما كنتش بتلعب مع بعض. لا لا لا، فده اللي خلاك دايما في الذاكره ان انت عايز حد من عيالك يلعب سكواش. بالظبط صح. وده اللي خلاك توجه ريم للسكواش. طب خلينا نسال ريم. ريم لما بابا خدك صغيره، انت عندك 11 سنه، يلا يا ريم رايحين تمرين السكواش، مضرب تقيل والملعب واسع، حبيت اللعبه دي ازاي؟ انا حبيتها يعني عشان كنت بلعب مثلا مع اصحابي وكان بابايا بيلعبها فحبيتها. اتبسطت بيها؟ ما اتضايقتيش المضرب تقيل وبيسقط من ايدك؟ لا. طيب كان في الاول بيبقى فيه صعوبه ان الكره تيجي في المضرب صح؟ طيب وبعد ما بدات بقى تلعبي كويس وحسيت ان انت ممكن تبقي بطل؟ طب هسالك سؤال وتقولي لي بصراحه، بابا موجود، انت دخلت بطوله الجمهوريه والنادي الاهلي اشترك لك ودخلتي وكل حاجه، كنت حاسه انك هتكسبي؟ الثقه دي طبعا كان عندها. طب كان عندك ثقه؟ طب ليه لعبتي مع ناس تانيين او لعيبه تانيين قبل كده وحسيتي ان انت افضل منهم؟ وانا كنت قبل البطوله يعني عشان خدت ثقه ان انا هاخد اول ان شاء الله، كنت قبل البطوله لعبت في النادي مع ناس كبار اكبر منك. ما شاء الله. مين بقى لعبتي معاهم اكبر منك؟ واحد اسمه عمر شريف. عماد شريف طبعا عارفه. عمر شريف عارفه. ومين تاني لعبت معاه؟ ومين تاني؟ وكنت لعبت مع خديجه عمران. خديجه تمام. ومين؟ طب عملتي معاهم ايه؟ كسبت الاثنين. مصطفى عسل قال لك ايه؟ مصطفى عسل بقى لك ايه لما كسبتي؟ قال لها ايه؟ لا قال لها قبل البطوله بيومين ثلاثه كان هو بيدرب وقال لها ريم البطوله ديت عايزك تطلعي الاول. فاكره؟ بتتفرجي على مصطفى عسل؟ بيعجبك لعبه؟ طيب انت لعبتي معاهم وكسبتيهم فحسيتي ان انا جامده، انا اقدر اروح البطوله اكسبها. طب انت لعبتي بطولات ثانيه غير الجمهوريه السنه دي؟ لعبتي الجزيره مثلا؟ خدت فيها ايه؟ مركز اول. ما شاء الله، دي كاس اهو نادي الجزيره جبته لك على طول. انت بتقولي انا اجيبه على طول. طيب وايه بطولات ثانيه لعبتيها؟ اللي هي كانت بطوله عربيه في بالم هيلز. كويس. عملت ايه؟ مركز اول. ما شاء الله، يعني انت بطله عرب. ايوه يعني بطله عرب في سنها. ممتازه، دي معلومه برافعها على الهوا اهو. طيب ولعبت حاجه ثانيه غير البطوله العربيه؟ ولعبت بطوله منطقه اسكندريه. عملت ايه؟ خدت ثاني. ما شاء الله هايل. ايه ثاني؟ ومنطقه القاهره. برافو. ايه؟ خدت برضه تاني. ما شاء الله كويس. ودخلت على الجمهورية. ما شاء الله. طب انت تصنيفك على مصر دلوقتي في المركز بتاعك او سنك كام؟ الاول. ما شاء الله. بعد الاول ما شاء الله. اللهم صل على النبي، ربنا يحفظك يا رب. طيب ريم قولي لي مين ماسك الاعلى؟ هاني الحميمي ونور الشربيني. لا داخله على الجد على طول. ما شاء الله. بص ريم ما بتهزرش، جابت لك اتنين لعيبه جامدين قوي. هي بتحب جدا نور الشربيني. نور الشربيني طبعا. ده يعني نور دي بقت اسطوره على فكره، مش لعيبه بس تصنيف اول، دي بقت اسطوره. شفتيها بتلعب في الملعب؟ طب اكتر حاجه بتعجبك في لعبها ايه؟ انها ما يعني ما بتحبش تخسر بسهوله. بتلعب حلو كويس، ما بتسيبش الجيم. طيب يعني انت عارف ان انا مش هتلعب البطوله اللي جايه عشان مصابه؟ يعني في اذر سايد اوف ذا سبورتس، يعني ان انت بتتصابي فعادي، بس بعد الشر عليك. انا بتكلم ان نور الشربيني بتتعامل مع الاصابه وهتخش يعني لعيبه كبيره. طيب خلينا نتكلم عن اللي جاي. انت خلصت 11 سنه كده ولا لسه عندك سنه كمان؟ لا 27/3 هتم 27. يبقى انت هتلعبي من 27/3 هتلعبي ان شاء الله تحت 15. 13. كمان ده ما فيش اربع ايام. طب انت لعبتي بطوله تحت 15 جربتي نفسك ولا لا؟ تحت 13. جربت بطوله؟ تحت 13. تحت 13. انا اسف تحت 13. 11 معلش، اصل انا يعني ما شاء الله يعني ردودها وكلامها واسلوبها اداني انطباع ان هي 13 مش 11. انا اسف اعذروني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظها يا رب. يعني انت تحت 13 لعبت بطوله كده. جربتي نفسك، عملتي فيها ايه؟ كنت خدت ثالث. بسم الله ما شاء الله. احنا بنتكلم يا جماعه تحت 13 عشان اشرح لحضراتكم، بتلعب مع الاكبر منها بسنتين. الاكبر منها بسنتين. بسم الله ما شاء الله. لعبت بطوله، كانت بطوله ايه يا ريم؟ نيو جيزه. ولعبت زمان برضو وانا صغيره. لا اخر واحده نيو جيزه خدت فيها المركز الثالث. ما شاء الله، يعني لعبت مع الاكبر منك بسنتين ما شاء الله، يا رب يحفظك، وخدت المركز الثالث. يعني يا كابتن الحمد لله. يعني خلي اسمح لي اقول لك يا كابتن بقى، لان خلاص بقى انت كده يعني زميل ملاعب وكره قدم وبتاع، فخلينا نقول انه بيبان اللعيب بشخصيته وهو صغير.
بيبان انه عايز حابب ولا لا. أيوة. بيبدع عنده شغف. وما شاء الله ريم عندها الشغف ده. انت كأب حاسس بيه؟ بحس بيها في الماتشات الصعبه. ببقى متوتر جدا بره. ما كنتش بحس بالتوتر ده زمان. ليه؟ خايف عليها؟ مش مساله نفسي تفوز. نفسي هي ضعيفه سنه. عندها السكواش عالي قوي. بس ضعف سنه. هتقوى ان شاء الله. فدي بتقلقني يعني. حتى يعني يعني ربنا يكرمه يعني كابتن شيرين بتاع المدير الفني بتاع النادي الاهلي. الفني طبعا النادي الاهلي الراجل المحترم الشغال. قال لي بص يعني في الماتش النهائي بقى بتاع البطوله قال لي ارجع ورا كده واهدى عشان التوتر ده ما يتنقلش للريم. فهو اداها يعني الكاتشانه بتاعته ما شاء الله الله اكبر. كابتن شيرين مش كاتشن بنفسه. كاتشن بنفسه تمام. وكان معاه كابتن محمود عبد القادر ولا لا احمد عبد الفتاح محمد عبد الخالق محمد عبد الخالق فكاتشن عليها اداها شويه حاجات كده ما شاء الله وابتدى يكلمها وهي يعني ماشيه تستجيب وماشيه كويس. وبعدين كابتن شيرين اداها يعني قال لها العبي حاجه فنيه معينه فهي انا في حته كذا واعملي كذا ما شاء الله خلصت الجيمين الاخاره يعني الاخرين كان كويس قوي. طب انت لعبتي مين في الفاينل يا ريم؟ جودي محمد يسري. تلعب منين؟ من اسكندريه؟ وادي دجله. وادي دجله ما شاء الله. وادي دجله قوي جدا. ويمكن حضرتك يعني الناس برضو او الساده المشاهدين مش انتوا مش متخيلين حجم التوتر في الاسكواش اللي بيقابله اولياء الامور بره. بجد انا بشفق على اولياء الامور في الاسكواش. بالظبط. طيب بعد المباراه سمعت ان كان في عياط واحضان وشيل احكي لي. انا كنت طبعا متوتر جدا وخصوصا على ما شاء الله جوكا برضو بتلعب كويس ما شاء الله. اسمها جوكا. لعبت الجيم الاولاني ضغط على ريم جامد وبعدين ريم ما شاء الله ابتدت يقول لها حته الكاتشانه بتاعت كابتن شيرين دي فرقت نفذها وفرقت معاها نفذتها وما شاء الله شخصيتها ابتدت تبان وتثق في نفسها. خدت الجيم الاول ولا خسرته؟ خسرت الجيم الاول. خسرت الجيم الاول وبعدين ما شاء الله ابتدت يعني التكات بقى الكويسه قوي بقى بتاعت كابتن شيرين. على فكره انا مع ريم من زمان كنت بالعين. برافو. يعني انت كنت كوتش بتاعها زمان على طول. بالعين كده هي بس تبص يعني اشاور لها على شويه حاجات تعملها. بس بعد التوتر دوت وما شاء الله الجيمات بقت اتقل وعايزه ناس بروفيشنال. فبتفصل انت طبعا ما بتقدرش تتكلم يعني محتاج حد يكون اعصابه هاديه من الفني يبقى واقف بالظبط. ففرق مع كابتن شيرين وكابتن طب كسبنا الجيم الثاني؟ كسبنا بفضل الله الجيم الثاني. طب والثالث؟ والثالث عملت ايه؟ خسرتي وبقى 2-2 وماتش بقى يعني خسرنا الاول كسبنا الثاني خسرنا الثالث كسبنا الرابع بقى 2-2 اوبا رحنا للخامس والجيم الخامس بقى ده الفيصل شخصيتها ابتدت ما شاء الله الله اكبر يعني ابتدت تفرق وطلع انت فاهمه الكلام اللي بابا بيقوله؟ فاهمه شخصيتها والثبات الانفعالي فاهمه الكلام ده؟ ما شاء الله. اتفضل يا كابتن. الحمد لله كسبنا. انا كنت يعني متوتر جدا فكنت بعيد. فهي كنت بتتفرج على الماتش؟ لا بتفرج عليه بس من غير ما ريم تشوفني. يعني واقف وسط الزحمه ضارب عين كده من بين الناس. حضرتك انا بتحرك مع الكوره. طب قولي لي انت وانت في الملعب لما تبصي هو طبعا ملعب زجاجي الناس الاسكواش بيكون ملعب زجاجي بيبقى الباب بتاعه زجاجي وانت بتبصي كده بتدوري على بابا بتشوفيه فين ولا ما بتبقيش حاسه مش شايفه؟ لا هو انا ما بركزش يعني ساعات ببص له بس صح؟ لما بيبقى يكون واضح. انما انت في الملعب لما يكون بقى الماتش جامد او حاجه بفضل بص على المدرب بس. برافو عليك. يعني انا مش عايزك لو بابا متوتر او حاجه ما تخليش هو بابا عايزك تكسبي بس ما تحطيش ده في دماغك. انت لما تكسبي هو يبقى مرتاح بس حلو ان ايه ان انت تقول لي بيبقى. بعد كده بقى انا بعدت وهي طبعا قالت مبروك والناس بيباركوا والمدربين بيباركوا ومش عارف ايه وراحت باركت طبعا قالت الهارد لك لجوكا. برافو. الروح الرياضيه دي مهمه جدا. طلعت من الملعب سلمت وخلصت ابتدت تدور عليا يا حبيبتي دور على بابا. دور وعماله تعيط طبعا هي تعيط وانا اعيط طيب بقى اشيلها واحضنها طبعا. طبعا انت اولياء الامور كمان ربنا يكرمك انت عيطت دلوقتي افتكرت بتاعها يعني بصراحه يعني حاجه جميله يعني يعني الاب والام فعلا برضه بطوله جامده. طب مين تاني بكى انت وهي؟ امتها طبعا كانت معانا. ده ممكن قعدت تعيط بعديها ساعتين مثلا طبعا في العربيه واحنا مروحين.
وطبعا الكلام ده طبعا بس لحظه حلوه، لحظه جميله جدا. ربنا يعني رب ابطال مصر كلهم يبقوا يحسوا بالاحساس اللي احنا حسينا بيه وريم حست بيه بقى. انا بس عايز اقول لكم يعني للساده المشاهدين، يعني البطل بيتبني في البيت صدقوني. يعني الكوتشات والمدربين والانديه بيبقى لهم دور كبير، ولكن زي ما قال سياده الرئيس ان الحقيقه مهم جدا البيت. البيت هو اللي بيطلع البطل. يعني استاذ محمود والد ريم بيتكلم وبيبكي ان هو يعني بيفتكر لحظات لبنته، فما فيش اكتر من كده دافع معنوي للاعب. طب قولي لي يا ريم، بعد ما الماتش خلص دورتي على بابا والدنيا زحمه بقى ومدربين وكابتن شيرين بيحضنك ومش عارف ايه، لقيتي بابا فين؟ انا كنت خارجه، هو بيقول لي ان هو اول لما انا خلصت يعني ماتش سجد وكده. بس انا كنت يعني اول ما طلعت كانت ماما واقفه لي على الباب. ماما اللي واقفه تمام. فضلت جريت عليها؟ يعني كان حضرنا بعض. بعد كده فضلت ادور على بابا، بس الناس كانت قاعده بتسلم عليا فمش شايفاه. بس في الاخر شفته. عملت ايه بقى لما شفتيه؟ حضرنا بعض وقعدتوا تعيطوا. طب انت كنت بابا بيعيط عشان فرحان، طب انت بتعيطي ليه؟ انت كسبانه عشان فرحت، عشان فرحانه. كان نفسك تكسبي قوي يا ريم صح؟ طيب خلينا نقول انت على قد سنك الصغير وعلى قد استيعابك، شايفه مين اللي تعب معاكي جامد عشان تكسبي كده؟ بابا مدربين برده فنانين. انت حبيبه باباها طبعا. شفت على طول بقى. بص وكمان ماما كمان. بصي يا ريم هقول لك على حاجه. اقول لك انا هنا جالي بطلات كتيره جدا. أيوه. والله من دون ما تفكر بابا. ايوه البنت حبيبه باباها وطبعا الام دورها كبير جدا. أيوه. طبعا بس انا بتكلم على المشاعر الانسانيه. ايوه والحقيقه انا رحت كذا مره واتفرجت على تمارين السكواش، بلاقي حضرتك بصفه دايما بصفه دايما بابا معاك، يعني واقف وشفته اكتر مره واقف معاكي في التمرين ومتابعك. طب قولي لي على قد يعني طموحاتك نفسك تبقي ايه؟ ابقى بطله زي نور شربيني. بطله عالم ان شاء الله هتبقي. ربنا يحفظك من الاصابات. العينين اللي انا شايفها والشغف اللي انا شايفه حافظي عليه وخلي عندك شخصيتك وقوتك، هتبقي ان شاء الله. وبيننا الايام زي ما توقعنا لمصطفى عسل، احنا متوقعين لك ان شاء الله تبقي حاجه كويسه، بس ما تسيبيش الاهلي. انا بقول لك اهو. لا 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 بص عايزك المهم بقى في الموضوع. اللي احنا كنا وهي صغيره كنا في نادي 6 اكتوبر. نظام سيستم غير النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي سيستم يعني حسيت باريحيه في النادي بنظام سيستم معقول طبعا الاحترام لكل انديه ممكن مصر. تنزل انت عارف كابتن شيرين ما بيسيبش الصاله خالص. ده موجود وماسك الكور في ايده بالظبط. وعينه على كل لاعب. نعم. وده دخل ايه وده طلع ايه. قبل البطوله واقف على كل لعيب وده بيلعب مع مين وده بيلعب مع مين. ففي سيستم في نظام. في نظام وتدريبك في ميعاده ومدربك كل حاجه استنيك. كل حاجه في نظام. في ملاعب لبس غير الدنيا. غير بقى يعني وما بيسيبش اي حاجه للظروف. ما فيش حاجه بره السكواش. بره السكواش لو سمحتوا كلكم انزلوا تحت وهو يدير الموضوع ده. شايفه عامل من عوامل النجاح والله. ده يعني بفضل ربنا يعني اشكره جدا والله. الاهتمام يعني مثلا ما بيهتمش بحد ويسيب حد. كلهم واحد. فرصه لكل الناس. كلهم واحد. خلينا برضو اعرف من حضرتك تفاصيل اكتر ويمكن نخش في ديتيلز اكتر، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع بطلة الجمهورية تحت 11 سنة ووالدها ولكن في السكواش ووالدها ولكن بعد الفوز. اهلا بحضراتكم من جديد. ارجع لك يا ريم. انت في سنه كام؟ خمسة ابتدائي. عامله ايه في المذاكره؟ كويس الحمد لله. ماشيه الدنيا؟ بتذاكري مع الرياضه؟ طب انت حاسه ان الرياضه بتعطلك؟ لا. طب يعني ما لازم هتعطلك عشان بتاخد وقت، بس بتقدري تعوضي ده بوقت اضافي، تذاكري ازيد، تذاكري بدري، ما تضيعيش وقتك، صح ولا انا غلطان؟ طيب نفسك تكون ايه جنب الرياضه؟ مش عارفه. مهندسه؟ دكتوره؟ ايه؟ ولسه ما فكرتيش؟ لسه ما فكرتيش؟ سيبيها على الله، سيبيها على الله لما تشوفي هتبقي ايه. بس خلينا نقول انه انت عارفه ان كل الابطال الرياضيين بيكونوا بنسبه كبيره متفوقين في دراستهم، بالذات الالعاب الاخرى. وبالذات المضارب، لعبه المضارب، صح؟ طيب نفسك تسافري بره جامعه يعني تنضمي لجامعه من الجامعات، ولا اسكواش وتدرسي، ولا تفضلي في مصر عشان الاسكواش في مصر؟ سؤال صعب صح؟ طب بابا اللي جاوب عليه. نفسك ايه؟
عندنا يعني نوران جوهر عندنا كانت خريج جامعه امريكيه بالظبط، وهاني حمامي لا جامعه خارجيه هي جامعه امريكا، يعني في لعيبه الاسكواش ما بيحبوش يطلعوا بره عشان المستوى بيبقى اقل. لا يتهيألي تبقى هنا جنب بابا يقول لك لا يا حبيبتي تبقى جنبي ما تبعدش يحضر معاكي الماتشات ويروح يجي معاكي. طب خلينا نتكلم عن يعني ريم او نصيحه. نصيحه طبعا في ابهات وامهات بيتفرجوا علينا، نصيحه تديها لو اب وام عايزين يشوفوا ابنهم او بنتهم بطل، ايه اللي المفروض يعملوه؟ يعني الموضوع كله بيجي من ايمانك ان للعيب او لبنتك او كده ان شاء الله يجي منها. دي هتيجي لما يبقى معاها مدرب امين قوي يقول لهم والله بنت او الولد ده انا بفضل الله يعني كان يعني ربنا كرمنا بكابتن سعيد سعد، طبعا ده شيخ المدربين طبعا 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 جالنا 6 اكتوبر فاد ريم كويس قوي، وهو اللي قال لي ان شاء الله ريم دي هتبقى بطل كويس. فبصراحه الواحد يتشجع، اللعبه مكلفه جدا جدا، ما كنت لسه اقول لحضرتك مكلفه وعايزه حاجات كتيره جدا ومضارب وادوات وتدريبات برايفت وفيتنس والحاجات دي كلها بتكلف الاسره كتير. بس دلوقتي في مركز الموهوبين الوزاره عاملاه، مركز الموهوبين ده الحقيقه بتكلفه بسيطه جدا فممكن بالظبط في مركز شباب الجزيره اقرب حاجه، اللي عايز يروح ينضم يروح بالزبط. يعني مش عشان مكلفه يبعد، عشان برضو الساده المشاهدين لو شايف ابنك حاجه كويسه او بنتك في الاسكواش، عندك مشروع بتتبناه الدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه، اقرب حاجه في القاهره اللي انا اعرفها هي مركز شباب الجزيره، وتقدر تعمل سيرش على النت على اقرب المراكز وروح قدم لابنك او بنتك ومش هتكلف حاجه، الدوله شايله كل حاجه. اتفضل. فدي الميزه الاولانيه اللي انا يعني انا طبعا كنت بلعب سكواش، فشايف الريم ان شاء الله تبقى لما يجي واحد زي كابتن سعيد يقول لك لا ان شاء الله دي تبقى بطله، فدي يزود ايمانك يزود ايماني. بعدين ربنا كرمنا تاني اللي احنا في المرحله الثانيه بتاعتي دخلت النادي الاهلي، فطبعا مين مدربها في النادي الاهلي؟ كابتن وائل عبد المجيد، طبعا بشكره جدا على الفتره الاخيره اللي هو فتره الاعداد كمان كان تعب جدا معايا ومن اللعيب من الناس اللي عندها ضمير، وطبعا يعني كان بيدرب مروان عسل ومصطفى عسل بيمرنوهم بيمرنهم هو كان يعني هو خرج ابطال طبعا مصطفى عسل ومروان اخو اللي كانوا معانا في حلقه من الحلقات كمان يعني وبيمرن ريم، فما شاء الله بيمرن الابطال الحمد لله. يعني من ناحيه بقى لاولياء الامور يعني مثلا كابتن شيرين قال لي حاجه قال لي حاجه مهمه جدا، قال لي المدربين ما بيصنعوش بطل. امال ايه اللي بيصنع بطل؟ ال- 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 المدرب قالها لي كده بالبلدي بيصنفر او بيطلع امكانيات اللاعب، لو مدرب كويس وعنده امانه بيطلع الامكانيات بتاعت اللاعب ما بيعملش لعيب. برافو. يعني دي امانه جدا، دي حاجه امانه يعني واحد طب اللي تاني. بيعمل البطل اللاعب نفسه شخصيه يعني ريم شخصيه ما شاء الله يعني بطله شكلها يعني عندها كنترول وتحدث ولغه يعني بتتكلم لغه حلوه لغه في الرياضه فاهمه في موهبه وفي الشغل بقى بتاع المدربين كويسين بيضيف للموهبه حاجات كتير فنصيحتي اللي هم يعني يبقوا مؤمنين، هل ربنا هيكرم البنت او الولد في يعني ساعات يعني الناس الولد ما مش جاي منه خالص وبيخسر في اول بطوله بيبقى عنده امل ان الولد يبقى كويس ممكن يتحسن شويه مع الوقت، بس الـ 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 يعني اللعبه دي عايزه موهبه هي الفكره اللي حضرتك بتقولها يعني يمكن او يعني نقولها ساده المشاهدين، انت شوف موهبه ابنك فين بالزبط. وامن بقدراته ووجهه عشان يوصل للعبته اللي هو عايزها او يوصل يبدع فيها لو هو حاببها وموهوب فيها. ساعات طفل قاعد في البيت عمال يشوط على يبقى ده بيحب الباسكت، امشي ورا موهبته وامن بيها. لعيب بيحب يلعب يد الكره بايده يشوط الكره، ولاعيب بيحب يشوط الكره برجله، طفل بيحب يشوط الكره برجله. فكل اسره لازم تشوف ابنها موهوب في ايه وتقف وراه. الدوله المصريه فيها اماكن كتيره جدا اللي عايز يمارس رياضه او يوجه ولاده موجوده، مراكز الشباب موجوده، كل الحاجات دي موجوده وكل المراكز والانديه والوزاره نفسها، اسال شوف هتلاقي في مراكز كتيره لرعايه الموهوبين. طيب ريم خليني اكلمك اقول لك، انت لما بيبقى عندك ماتش بتبقي متوتره؟ طب شوية. قلبك بيدق جامد؟ لا مش قوي يا ريم والله. التوتر المفيد التوتر المفيد التوتر
انت عارفه الفرق بين التوتر المفيد والتوتر الضار ايه؟ فانت عارفه الفرق؟ طب قولي لي ايه؟ يلا. التوتر المفيد يعني التوتر من الفوز، يعني متوتر ان انت هتكسب. والتوتر التاني قلقان بقى من حاجه غريب. الخوف. بيبقى في توتر خايف. بيبقى ترجمته ان انت خايف. ايوه. في توتر بيخليك تركز. انت عارفه ان انت عندك توتر مفيد. فانت ما بتقلقيش قبل الماتشات. ها؟ يعني. طب انت خدتي دي من بابا ولا من ماما؟ حته ان انت ما تتوتريش وما تبقيش قلقانه وتبقي هاديه. بابا. انا خلاص بص انا قايم ماشي. انا قايم ماشي بقى غلط بابا. انا بص انا يعني ربنا يخليك ليها. طيب يعني لما تروح تلعبي بره مع اجانب ما هتلعبي ان شاء الله يعني باذن الله 13 سنه في منتخبات وهتخشي ان شاء الله هتسافري ممكن بريتش اوبن المفتوحه ممكن بطولات تانية هتبقى قلقانه لما تلعبي لعيبه تانية مش مصريين؟ شويه. طب بس احنا مصريين احنا احسن ناس في اللعبه دي صح؟ ممكن تكسبيهم زي نور الشربيني و ان شاء الله ونوران جوهر وكده ان شاء الله. نفسك تسافري قوي؟ انا نفسي اروح البريتش اوبن. برافو. بس انت فاكره انت عارفه هي امتى؟ بتيجي بشهر كام؟ واحد يعني شهر واحد اللي جاي انت ممكن تلعبيها ان شاء الله لو انت ربنا كرمك وفتحتي 13 خدتي رانك عالي. الاول والثاني بيروح على طول، الثالث والرابع بيقعدوا يعملوا تصفيات لغايه ما يختاروه. فان شاء الله عشان تطلعي بره التصفيات لازم تكوني اول وثاني جاهزه للتحدي ده. ان شاء الله برده بابا بابا اللي هيبقى تعلم منه الهدوء وكل حاجه. طب قولي لي بابا لما بيقعد انت داخله ماتش او ماما بلاش عشان بقى ايه ماما ما تزعلش منها بيقولوا لك ايه وانت داخله الماتش؟ لازم ان انا اركز في لعبي ما اركزش مع اي حد بره غير المدرب. برافو. وما اركزش غير في اللعب بتاعي بس. طيب بيشجعوكي؟ بيقولوا لك ايه؟ ركزي وما يهمكيش اي حاجه يلا شدي حيلك. أيوة. يا ولد بطل وكده. أيوة. بيشجعوكي كده؟ طيب وانت عارفه ان اللي بيتمرن كويس يكسب؟ بتتمرني كام تمرينه في الاسبوع؟ يعني بتروحي كل يوم النادي؟ الخمس ايام. لا الست ايام في الاسبوع. ما شاء الله ست ايام بتروحي. عارفه الجيمات التدريب البرايفت امتى والجماعي امتى وكده ولا ايه بقى الجماعي؟ بتلعبي كام يوم جماعي؟ الحد والثلاث. حد والثلاث ده جيمات وجماعي؟ والاربع. الثلاث ايام التانيين الكابتن وائل بيكون معاكي في الملعب بيظبط لك لعبك صح؟ طب اكتر لعبه انت في الملعب السيرف مثلا الباك الفور اكتر لعبه السايد وول اكتر لعبه انت حاسه ان انت بتلعبيها حلو قوي ولما تجي لك بتقولي اهي ادي نقطه اهي السايد وول السايد وول في السن ده قاتله ما شاء الله ما شاء الله بتضربيها في السايد وول تروح فوق اللاين بالظبط فوق الخط بالظبط في الكورنر تخلصي عليها دي تخلصي على الفرقه الثانيه. طيب الدروب شوت دروب شوت كويس الدروب شوت انت كويس اصل اللي بيبقى في السايد وول كويس بيبقى كويس في الدروب شوت لما بيبقى احساسه باللاين عالي. طب الكور الفولي صعب عليك عشان انت قصيره شويه يعني بتنط تعرف تنط تجيب المضرب تعرفي تعرف ما شاء الله ما طبعا بطله. طيب ايه اللعبه الصعبه بقى اللي عليك اللي انت بتحبيش تعمليها؟ يعني الكره اللي بتبقى عليا ولا لا اللي انت ما بتحبيش تلعبيها او اللعبه لما بتجيلك بتبقى صعبه لما تتلعب لك بتبقى صعبه؟ لو اي لما بلعب مع حد يعني بكره الكره اللي بتبقى مزنوقه ورا بتبقى صعبه عشان ايدك لسه ضعيفه يعني صح بتيجي مزنوقه في الازاز في الكورنر بتبقى ضعيفه بس انت ان شاء الله بطله ونشوفك احسن واحده يا ريم نورتيني وشرفتيني والحلقه خلصت بس انا كنت سعيد بيها جدا وان شاء الله نشوفك بطله وخلي الحلقه دي معاكي عشان عشان هنستناكي هتبقي انت بطله العالم باذن الله. نورتيني وشرفتيني يا ريم. شكرا استاذ محمود بشكرك نورتيني وشرفتيني جدا جدا لحضرتك والله شكرا لحضرتك وببارك لك لريم ونموذج جيد للاسر المصريه اللي بترعى بنتها وبطلتها بشكرك يا فندم شكرا لحضرتك جدا اعزائي المشاهدين ده كان النهارده حلقتنا مع الابطال جبنا لحضراتكم نموذج لبطله من بطلات النادي الاهلي النادي الاهلي بيرعاها اسره اب وام بيرعوها اخوات هو ده النموذج الصغير اللي نحب نشوفه في كل مصر بشكركم شكرا جزيلا استنونا في حلقه جديده من الابطال